اللواء حاتم، هنبدأ نتكلم عن برنامج الانتخابي. حابب تبدأ بإيه في برنامجك الانتخابي؟ هو الحقيقة أنا برنامجي الانتخابي، وده السبب الرئيسي للتقدم للترشح لعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك، هو بينقسم إلى شقين. الجزء الأولاني هو حقوق نادي الزمالك، والجزء الثاني هو الاستراتيجية المالية لنادي الزمالك. نبدأ نتكلم الأول في المقصود بالاثنين. المقصود بالاثنين أنه حقوق نادي الزمالك، إحنا شايفين أو الجمهور شايف أو أعضاء الجمعية العمومية شايفة أن في حقوق كثيرة جدا جدا، سواء لعضو الجمعية العمومية داخل النادي أو لجماهير النادي العريضة في مصر والوطن العربي، مهدرة، ما بيتمش التعامل مع الزمالك بقدره وقيمته وتاريخه. فكان ده الهاجس اللي كان دايما بيخليني نفسي اكون احد صحاب مراكز صنع القرار في النادي للمساعده ومواجهه اي خلل على نادي بيقع على نادي الزمالك. الجزء الثاني هو الاستراتيجيه الماليه لنادي الزمالك، المقصود بيها انه احنا مش عايزين نبقى دايما في جعبه رجل اعمال، مش عايزين نبقى دايما في جعبه حد او يعني هو اللي بيتحكم في النادي. في الاول وفي الاخر رجل الاعمال ايا ما كان، يعني ايا ما كان قيمته وعشقه لهذا النادي، فهو في الاخر هو رجل صاحب مصلحه اقتصاديه. فهيحط النهارده مليون جنيه او 2 مليون جنيه او 10 مليون جنيه، فهو لازم عارف كويس جدا هو هيكسب قصادهم ايه. لكن احنا مطلوب هو استراتيجيه ماليه لنادي الزمالك من خلالها. هو مش لازم يكسب، او ممكن يحطهم هو بيحب النادي فعلا. ما هو بس هيحطهم، بس هيتكلم على نظام مؤسسي. مؤسسي هو هيحطهم مرحليا، لو مش موجود رجل اعمال النادي ما يعانيش. تقصد كده؟ اقصد كده. هو قصدي هو ان هو في الاول وفي الاخر هو هيحطهم مرحليا، هيساعد مره واثنين، بس في الاخر خالص هتتعرض مع مصالحه الاقتصاديه. فكتر خيره طبعا، شكرا ويشكر، ولكن في الاخر خالص هو مش ده الحل. الحل لازم استراتيجيه ماليه. استراتيجيه ماليه تعتمد على تنميه موارد النادي وتعظيم ادواته اللي موجوده بالفعل، واستغلال اسمه وبراند نادي الزمالك دوت. وفي خطه موضوعه او خطه قصدي ممكن نتكلم فيها كتير جدا تقدر تساعد وتقفز بنادي الزمالك قفزه سريعه جدا. احنا هنتكلم بتوسع على كل نقطه دلوقتي. انتقل للاستاذ اشرف امام. حابب تبدا بايه في البرنامج الانتخابي بتاعك؟ انا حابب ابدا برنامج الانتخابي بتاعي اولا، يعني هي دعوه لكل محب نادي الزمالك. مهم جدا الالتفاف حوالين نادي الزمالك في المرحلة دي، لأن هي إذا صدقت النوايا خلاص العمل. ده مهم جدا يكون في برنامج انتخابي لأي متقدم على أي منصب من مناصب مجلس الإدارة. الأمر الثاني أن برنامج انتخابي هنقسم لشقين. في شق اجتماعي اللي هو داخل النادي، ان النادي نرفع من الكفاءة الاجتماعية بتاعته، سواء بقى كانت الحدائق، سواء كانت الاعداد، سواء كانت الحجرات اللي فيها تكييفات، سواء كانت المطاعم. عضو الجمعية العمومية اللي بيجي جوه النادي ده يجب ان يعامل معاملة رائعة. المعاملة دي تيجي منين؟ يبقى لازم الاهتمام بالعاملين كمان، اهتمام بالعامل واهتمام بالاداري واهتمام بالمدربين. دول اللي هيخدموا بشكل قوي على الجمعية العمومية كمن الداخل الجمعية العمومية، العضو الجمعية العمومية، لأن في عضو جمعية عمومية وفي في مشجع، ولازم نفصل بين الاثنين. ده ليه حقوق واجبات وده ليه حقوق واجبات، بس حقوق واجبات المهمة دلوقتي لعضو الجمعية العمومية اللي بيدخل النادي، الاهتمام بيه من الناحية الاجتماعية. النهاردة في مشاكل كتيرة جوه النادي، يعني الناس الكبيرة مش قادرة تطلع على حمام السباحة اللي فوق عشان السلالم، مش مشكلة خالص ان نعمل سلم كهربائي. الاهتمام بالكوادر الرياضية والأكاديميات، النهارده لازم نفتح أكاديميات ونرجع الكشافين تاني يروحوا، لأن دول مورد، ده مورد من إدارة النادي دي. النهارده لو بنجيب لعيبة كويسة وبنكتشفها من الأول وبتقوى وبنمرنها كويس، والموهبة دي نكتشفها بتوفر على النادي قدام نشر اللعيب بمبالغ كبيرة. أبناء النادي كتار، كشاف ده لو رجعوا زي زمان وجابوا من نجوع مصر كلها، أعتقد هنجيب لعيبة كويسة وبشكل كبير ولائق. الأمر الثاني هي النادي الزمالك نادي كبير ونادي مش فقير، بموارده هي اللي تجاب. ودي فكرة إن الإدارة بقى، يعني أنا يمكن بيلفت نظري بس مصطلح رجل الاعمال. انا مش فاهم ما معنى كلمه رجل اعمال. هل رجل اعمال ده اللي معاه فلوس يطلق عليه رجل اعمال؟ ما اعتقدش، يعني ده حاجه وده حاجه. لكن هي ازاي ندير موارد النادي مش في الفتره الحاليه. لو قلنا ان ازمه نادي الزمالك ازمه ماليه، طب لو جه 100 مليون 200 مليون جنيه دلوقتي فدفعنا الغرامات
ودفعنا مستحقات اللعيبه ودفعنا الاجور ولو في موردين ليهم. حالت الازمه؟ هل اتحلت الازمه؟ ما اتحلتش، لكن الذكاء هنا الاداره انها تحل الازمه وتعمل على تلافي تكرارها تاني. تمام. مش ازمه، تلافي تكرار المشكله. لان هو لو يعني ما نعتمدش على ان دائما حد يدينا. انا هدي مثال بسيط، يعني هو لو انا النهارده عندي ازمه، شخص ما عنده ازمه ماليه، فقدامه بياخد بثلاث طرق، لما ياخد من اخوه هيديها له منحه، لما هياخد سي من ابن عمه بس هيقسطها له بدون فوائد، لما يروح ياخد كارد ويدفع فوائد. دي نفس المشكله برضو اللي في نادي الزمالك، هو ياخد الكارد ولا ياخد من ما يطلق عليهم رجال الاعمال، وده انا شايفه مال سياسي يعني، ولا هياخد منحه. طب وبعدين استمراريته ايه بقى في الاستدامه؟ انت بتتكلم على شيء النادي يستطيع بالظبط، وخاصه يستطيع طبعا، وخاصه يجلب ايرادات بشكل منتظم، اداره الموارد. هي جميل. اداره وتعظيم الموارد. طبعا. وخاصه ان في، انا شايف ان في ناس، ده مش عيب طبعا يتبرعوا، ده كويس جدا، ناديهم وواجب عليهم انه يبرع، بس فكره ان اتبرع مقابل شيء، لا، في ناس بتتبرع بدون ما هي منتظره. بس النهارده اللي بيساهم النهارده قبل ايوه، يعني انا هدي مثال ده معناه يعني الاستاذ هاني العتال ما بيدي حاجه رائعه جدا وعمل حاجه وقبل الانتخابات قبل يعني لا وعمل حاجه رائعه كمان، مش منتظر يعني النهارده بقى. النهارده يعتبر اللي هو بيدفعه ده ما نقدرش نقول عليه مال سياسي، لا، لانه مش موجه للصوت. بالعكس، يعني انا ما اديتكش هديه عشان تديني صوتك، لا، ده انا عملت حاجه في النادي وانت قرارك براحتك. انا ما اديتش الناخب هديه عينيه للناخب. تمام. بل بالعكس، هو وجه الفلوس انها تساعد في النادي في حل مشاكله دلوقتي، لحين ان يبقى الناس جوه تقدر تحل المشاكل. صح.